من رام الله تنضم إلينا مراسلة القاهرة ولاء السلامين. ولاء، بعد التحية والتقدير، البيانات المرتبطة بحصر حركة حماس في غزة والضغط على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في رام الله، كيف ظهرت معالم ذلك؟ نعم، أهلا بكم. إذا عندما يتحدث المجتمع الدولي عن قطاع غزة وحركة حماس التي هي تقوم بالتحكم به عبر الحكومات، وأيضا منذ عام 2005 أي منذ الانقسام الداخلي ما بين حركة حماس وأيضا حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا سيما أيضا عندما نتحدث عن الانقسام الداخلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث لا تنضوي حركة حماس بأن تكون مدرجة من الفصائل الفلسطينية تحت منظمة التحرير الفلسطينية. وأيضا نتحدث يعني عن وجود يعني انقسام داخلي ما بين الفلسطينيين، خاصة في حركة حماس وحركة فتح، وهما أكبر فصيلين في الضفة الغربية أو حتى في فلسطين جميعها. وحصر ذلك يعني أن لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي تحرك على أرض الواقع في قطاع غزة، ولكن كل القادة الفلسطينيين والسساء الفلسطينيين المضويين تحت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قالوا بأن الأموال التي تدفع للقطاع سواء من التعليم أو من الكهرباء، من المياه وغيرها من الخدمات الصحية، هي تدفع لصالح القطاع من أموال السلطة الفلسطينية ولا دخل لحركة حماس. هي حركة حماس هي متنفذة على أرض الواقع، ولكن لا يوجد أي تمويل أو حتى أي تصرف لحركة حماس، ووجود السلطة الفلسطينية ما زال موجودا منذ الانقسام الداخلي للشعب الفلسطيني، ولكن هي موجودة على أرض الواقع. والتحركات وخاصة عندما نتحدث عن الأمور اللوجستية في قطاع غزة هي تتحكم فيها السلطة الفلسطينية لا حركة حماس. شكرا لك ولاء السلامين مراسلة القاهرة، إذ كنت معنا من رام الله.